الموت يفاجئ عائلة مايكل جاكسون من جديد بسبب أزمة قلبية. اتوفى تيتو جاكسون وهو الأخ الكبير لمايكل جاكسون والنجمة جانيت جاكسون، ورحل المغني والموسيقي تيتو جاكسون عن عمر يناهز 70 سنة، وده بعد تعرضه لأزمة قلبية وهو سايق في رحلة برية. ولكن سبب الوفاة لسه ما تحددش رسميا، وده وفقا لما أعلنه ابن أخوه سي جي جاكسون لمجلة بيبل. تيتو جاكسون كان بيؤدي عروض مع الأخين جاكي جاكسون ومارلين جاكسون باسم ذا جاكسون، وكان عندهم عروض كتير في اسكتلندا وكاليفورنيا وانجلترا خلال صيف 2024، ومؤخرا قدموا عروض في 8 سبتمبر في انجلترا، وكان المفروض يظهروا يوم 25 اكتوبر في أتلانتيك سيتي في نيوجيرسي، وكمان يوم 1 نوفمبر في ولاية أوهايو. ومن أيام كان تيتو جاكسون في ميونخ في ألمانيا مع فريق The Jacksons، وزاروا النصب التذكاري المخصص لأخوهم الراحل مايكل جاكسون. كمان كتب تيتو على حسابه على فيسبوك وقال: نحن ممتنون للغاية لهذا المكان الخاص الذي يكرم ليس فقط ذكرى ولكن أيضا إرثنا المشترك، شكرا لكم على إبقاء روحه حياة. تيتو كان عضو أصلي في فرقة The Jacksons اللي بتضم مايكل وجاكي وجيرمين جاكسون ومارلون، وقدمت فرقة البوب العائلية أغاني ناجحة جدا في السبعينات، وتم إدخال الفرقة لقاعة مشاهير الروك أند رول سنة 1997.